اهلا بكم، مساء الخير. بعتذر عن التأخير 3 ثواني. برحب بالجديد او اقول له اكتب لنا ان هو جديد عشان نرحب بيه، وبرحب بيكم وهنبتدي في حلقة جديدة انطلبت مننا على المنتدى الابراج البارعة في قصف الجبهات. كل صفة موجودة في كل الابراج ولكن بدرجات، وده اللي احنا هنعمله في حلقة النهاردة من ال 12 للمركز الاول. وعلى سبيل المثال ممكن يبقى عندك 3 اطفال، تلاقي طفل من الأطفال دي لما تيجي تتكلم معاه أو تفتح معاه كلام ما تعرفش إن أنت يعني تصد قصاده في الكلام، تحس إن هو قصف جبهتك وهو لسه طفل 5 6 7 8 سنين أو طفلة. دي بتبان قوي حتى من الصغر، بقى من الصغر في الأطفال وفي أبراجهم، وده اللي احنا هنعمله في حلقة النهاردة. تتكلم مع الولد أو البنت كلمتين ما تخلص منه، تقول يا ريتني ما اتكلمت معاه. هو ده قصف الجبهة، وقصف الجبهة طبعا معروف أبراج، يعني زي ما احنا بنقول كده لازم نتقي شرها عشان ممكن تحرجنا، ممكن تحرجنا، وسريعة قوي في عمل حاجة زي كده. توقعوا كل حد كده يتوقع برجه هيجي في المركز الكام، ويكتب لنا وحد أذكى شوية يقول لنا يتوقع مين المركز الأول. في المركز ال 12 هو برج الثور، رجل أو امرأة. ما بقولش إنه ما بيعرفش يقصف الجبهات، ولكن الصفة موجودة بدرجات مقارنة بكل الأبراج. هيجي في المركز ال 12، أعلى منه في المركز ال 11 هو برج الحوت، الحساس الناعم اللي ممكن يخلي باله من كلامه عشان ما يجرحش حد او يأذي حد، وممكن يفضل الصمت مش بتاع شجار او مشاكسة او لغط او الخ يعني. اعلى منه في المركز العاشر هو برج الدلو الهوائي، نفس الحال، ودايما اقول لكل قاعدة استثناءات. برج الدلو مش من الابراج البارعة قوي قوي في قصف الجبهات زي ابراج القمة اللي هنلتقي بيهم. ندوس لايك رجاء لو شايفين الحلقة دي مهمة عشان توصل لبقية أصدقائنا، العكس ديسلايك، ويا ريت تقولوا لي السبب. نستمر في الصعود وندخل في منطقة وسطى عشان نلتقي ببرج السرطان، رجل أو امرأة، أعلى من الأبراج اللي سبقته كلها وأقل من الأبراج اللي هتيجي بعده. ندخل في الجد أكتر وأكتر لما نوصل للمركز الثامن ونلتقي بقنبلة الذكاء برج العذراء الترابي اللي بيجي في منطقة وسطى حرفيا في حلقة النهاردة. أي نقدر نقول إن الموضوع ده عنده في نوع من أنواع الاعتدال. نعلى أكتر وأكتر ونخش في الجد أكتر وأكتر، ولازم طبعا نخاف أكتر وأكتر، بداية من برج القوس الناري، رجل أو امرأة. النار هتقول كلمتها بشكل كبير قوي في حلقة النهاردة. يعتبر من الأبراج اللي عندها قصف جبهة يعني قوي ومميز إلى حد ما، ولكن مش زي برج الجدي اللي بيتربع على عرش المركز السادس. اللي بيجي في المركز السادس هو برج الجدي، رجل او امرأة، برج هتخاف منه الى حد ما، قريب جدا في الموضوع ده من برج القوس اذا اتكلمنا عن موضوع قصف الجبهات. ولكن كل دول ليفل، ومن اول برج الحمل اللي بيجي في المركز الخامس ويعتبر يميل لابراج القمة، ليفل ومستوى ووضع تاني خالص. رجل وامرأة برج الحمل من الأبراج البارعة، نقدر نطلق كلمة بارعة أو لقب بارعة على الأبراج بداية من برج الحمل. ولاحظ ده في الأطفال الصغيرة، لما تعرف أبراجهم تلاقي ده واضح جدا، بيتولدوا معاهم الحتة دي، بيتولدوا فيهم الصفة دي. زي صفة الشجاعة أو الكرم أيضا بتلاقي من صفات قصف الجبهة مترسخة في مواليد البرج ده، ولكن مش زي برج العقرب. وما أدراك ما برج العقرب في موضوع زي ده. قاصف للجبهة محترف من الطراز الأول، قاتل ومميت وأحيانا بيكون مبيد، يعني ما بيخليش لك أثر حتى بعد ما يموتك. برج العقرب بيحتل المركز الرابع ضاربا لنفسه، واحد من أقوى وأعلى وأميز المراكز في الموضوع اللي زي ده. بتحس إن برج العقرب مش فيه الصفة دي من الوهلة الأولى لو أنت ما تعرفوش، أو لو أنت ما وصلتش معاه لموقف يستدعي ده، ولكن إذا حضر الموقف وسع لبرج العقرب هو مؤذي، من الأبراج المؤذية في المواضيع اللي زي دي، ومش هتطلع سالم أبدا
لو انت اتحطيت في الموقف ده وربنا كتب عليك الموقف ده مع برج العقرب، الدايرة بتضيق. حد توقع مين يتصدر التصنيف والترتيب في حلقة النهاردة؟ توقعته؟ طيب ما تكتبه، لان انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. نخش في الجد اكتر واكتر، وبرج اقوى رجل او امرأة من كل الابراج اللي سبقته دي في موضوع قصف الجبهات ويبان قوي في الصغر في الابراج دي، هو رجل او امرأة برج الميزان الهوائي، واحد من اقوى وامهر واعنف وابرع الابراج في موضوع قصف الجبهات ده. ويا ويلنا اذا انزنقنا في موقف مع برج الميزان الهوائي، لا يرحم في المواضيع اللي زي دي، ولسانه ما شاء الله وسرعته في قصف الجبهات ما شاء الله. وممكن هنا بقى الاختلاف، يقصف اكتر من جبهة لحد في وقت واحد، ممكن ثلاثة ويلاحق عليهم. تلاقي طفل عنده 6 7 سنين وثلاثة أربعة بالغين وملاحق عليهم، ايه يا ابني ده انت ملاحق علينا؟ ايوه، ما تستغربش، هي دي ملكة عند رجل او امرأة برج الميزان الهوائي. اعلى واشد واقوى وامهر وابرع من الابراج دي كلها اللي بيتربع على عرش المركز الثاني، ضاربا لنفسه مركز قوي مميز عالي مرتفع جدا في صراع شديد مع صاحب المركز الاول وزحام شديد معه، هو برج الاسد الناري. برج الاسد قوي جدا وماهر جدا وسريع، السرعة في حلقة النهاردة يعني عامل رئيسي في تصنيف الأبراج عامة. برج الأسد بيتربع على عرش المركز الثاني بين واحد من أقوى الأبراج وأبرعها وأمهرها في قصف جبهتك أنت وصاحبك وصاحبتك وأبوهم وأمهم والعيلة ككل، ما عندوش أي مشكلة. وممكن نقدر نقول إن من أول برج الميزان عندهم نوع من أنواع اللذة في قصف الجبهات. أبراج دموية في الموضوع اللي زي ده، مش دموية دم يعني، دموية تعبير مجازا عن قدرتهم وتلذذهم أحيانا وهم بيقصفوا جبهتك كده وانت يا عيني قدامهم لا حول ولا قوة. بينما متصدر التصنيف والأبراج في حلقة النهاردة اللي كلكم أكيد عرفتوه هو برج الجوزاء الهوائي، أمهر وأبرع وأقوى وأميز الأبراج في موضوع زي ده. واللي عندها طفل أو اللي عنده طفل جوزاء هيأكد على كلامي وهيقول لي في التعليقات وأنا منتظره وهرد عليه إن عرفت يعني إن أنا أرد كده، والوقت يعني أسعفنا وشفت التعليق بتاعه مع إن أنا بقرأ كل تعليقاتكم، يعني هيأكد على كلامي ويقول لي ده مجننا، الأبراج دي تجننك، لو أنت عندك طفل جوزاء هيجننك يطلع عينك وهيقصف جبهتك. شوف الفرق ما بينك وما بينه قد ايه، بس هو بالفطرة بالغريزة يا اكسلانس، يعني مش محتاج ان انت تعلمه، ده هو يعلم مديرية محافظة بلد، ما عندوش مشكلة. اذا برج الجوزاء بيتصدر التصنيف وبيجي في المركز الاول في حلقة النهاردة، اكيد لازم تخلي بالك من برج الجوزاء وما تخلوش يحاول ان هو يقصف جبهتك لانه هيدمرها تماما. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، بقرا كل تعليقاتكم، لو شايفينها مفيدة أو ممتعة يا ريت تدوسوا لايك توصل لبقية عيلتنا، العكس ديسلايك. قنواتنا التانية وعلى رأسهم قناة اسأل محمد وعيلته، القناة اللي بنحل فيها استفساراتكم ومشاكلكم كل يوم، قصة جديدة درس مستفاد يا ريت تشتركوا فيها. الانستجرام والفيسبوك يا ريت تشتركوا وتتابعوني، كمان الروابط دي كلها في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت. بحبكم جدا، هتوحشوني وإن شاء الله نلتقي بكم.